نستكمل هذه المكالمة. ألو، ألو، مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا. معك أمل العاصمة. أمل من العاصمة. أمل. مرحبا بك أمل. أمل وش بيك، راكي نعسانة ولا تعبانة ولا حزينة؟ حزينة بزاف. لا إله إلا الله ونعم بالله، تفضلي. أنا تاني فرغي قلبك، فرغي قلبك حبيبتي. أنا تاني كنت متزوجة في داري وعندي طفل مع رجلي. نعم. تلبس علي الحمد لله يعني. نعم حبيبتي. وواحد النهار حق نهار جيت العرس، دار العرس عند مالي، حضرت عرس. نعم. كنت محبطة الماكلة للجيران، ما طحت، صار الحادث. نعم. عملت عملية على ظهري. نعم. ورجعت عزة، ما نقدرش نمشي. قعدت في السبيطار عام ونص. الوقت اللي قعدت فيه في السبيطار الرجل تاعي تاع قضية طلاق. بلا ما حوس يفهم. بلا ما حوس يجي يشوفني، بلا ما حوس يفهم تاع قضية طلاق، بلا حتى سبب. نعم. ريكيبيت شويه صحتي وعاودت رجعت ليه وقلت له علاش وكيفاه، قال لي انا ما نكملش مع انسانه معاقه، ما نعاود حياتي. رجعتي ليه؟ رجعتي لزوجك؟ رجعت ليه وحاولت وقلت له واش عليه، نريح معاك وعاود جيب مراه ثانيه ونتفاهموا ونعيشوا. قال لي لا. نعم. والآن أنت سيدة أمل موجودة في دار باباك؟ رجعتي لأهلك؟ أنا في دار بابا. ووليدك بنتي راه معك؟ راه معايا. شحال في عمر وليدك بنتي؟ 5 سنين. والآن تقدري يعني تمشي؟ تقدري يعني نمشي شوية لاباس. ونعم بالله ونعم بالله الحمد لله، مادام هناك أمل كاين حياة. نعم. واش تعملي بنتي خارج يعني البيت نتاعك؟ يا ترى كنتي تخدمي؟ ما نخدمش. ما تقدريش يعني، تقدري تمشي عادة. تقدري ديري بعض الاشياء في البيت وفقط، تهتمي بوليدك انت شخصيا؟ انا شغلي في الدار، من برا نخرج نمشي. سيدة امل وليدك انت اللي تهتمي به بشؤونه؟ انا نهتم به. ما شاء الله. ما شاء الله. أنا طيب، أنا بالكلش. ما شاء الله بنتي. يا ما شاء الله. أنت سعيدة. يا شوفي الدنيا هذه تجارب. وأنت جازت عليك تجربة من أقرب الناس ليك، اللي وعدنا الله أنه نتعامل في بعضنا بعض بمودة ورحمة. إذا أنت كنتي عطوفة، كنتي رحيمة بزوجك أنه تعودي ليه وتكوني مطيعة وتكوني معليش ترضي بالزوجة الثانية، فتحتي له كل الأبواب. هو معليش كان اختياره أنه يتزوج وقال لك نسرحك أفضل، ولكن أنت أحبك الله أنه أصابك بهذا المرض وهذا المشكل، ولكن الحمد لله أنك رجعت لك القوة نتاعك على الأقل باش تهتمي بنفسك وتأكدي. مدام خطيتي الخطوات الأولى، جاية الخطوات الكبيرة والثابتة إن شاء الله مستقبلا. اهتمي بوليدك وما تحزنيش، دنيا بخير يا بنتي. مش على باله باللي عندي أمل باش نبرا. أنا الحمد لله كاين أمل، كاين إن شاء الله. بصح رفض. لا معليش بنتي، معليش، عندك طفل في حجرك، منتظر منك الكثير أنك تهتمي به أكثر. فخلي هو الأمل نتاعك إن شاء الله. هو الأمل نتاعك. زوجك استغنى عليك؟ معلش، ولكن رحمة ربي وأبواب الله الواسعة مفتوحة إن شاء الله. ممكن بعد لحظة سيبي السعادة. قمت به عمري ذا قلت. إذن ضميرك مهني يا أمال، ضميرك مهني. هو مرض وقمتي به أنت، ضميرك مهني عزيزتي. لك أنت السعيدة إن شاء الله، تشوفي السعادة قريبا بنتي بحول الله. إن شاء الله. نحي عليك هذا الغطاء نتاع الحزن وتفرغي لزوجك، وحاولي باش تبحثي عن العلاج إن شاء الله ليكون أحسن. ما زلتي صغيرة، شحال في عمرك أمل؟
أمال راحت للأسف. إذا نتمنوا لها إن شاء الله يا ربي. أنا نظن أنه يعني كما قلت أنت المهم في كل هذه القصة أنه ضميرها مرتاح. هي دارت اللي عليها. أنه كذلك يعني برات يعني أن هي أفضل من اللي كانت، وهذه نعمة من عند الله. كان أنك أنت تقولي أني على بك حنا كنا مرضو غير شوية مرض صغير، تقولي ما نسحق والو من الدنيا يعني فقط الصحة. صحيح صحيح. وبالتالي الصحة ثم الصحة ثم الصحة. هذه ثانيا، وثالثا عندها ولد يعني ما شاء الله يعني مت يعني هي مركزة بزاف، هذا برأيي يعني الخاص يعني مركزة على الحزن. ما لازمش تركز على الحزن نتاعها، تركز على يعني يعني ضميرها اللي هو مرتاح، تركز على صحتها وتركز على الولد اللي عطاه لها ربي نعمة كبيرة أنها تقوم به ويكون هو سندها وهي سنده. وما تعرف هذه الدنيا يعني ما تيأش، لأنه ممكن في يوم من الأيام يعني يرجع لها، ممكن يبحث عنها، أو ممكن يعني ما تيأش من هذا الأمر، ممكن توجد أحسن منه، ممكن توجد أحسن منه. إيه يعطيك الصحة. إيه نعم إيه نعم. الحمد لله الدنيا مازالت بخير والله والله. والله سبحانه وتعالى كما قلتي طه هبها ابن اللي عمر عليها الدار غير بصوته وبكاء وبحركاته. بلك بهذيك الحركات ساعة لساعة. أنا نعرف واحد القصة أنه كانت طاحت من الدرج لا كولون فيرتيبرال تاعها، أصبحت معوقة 100%. في واحد اليوم وليدها رايح باش يطيح من النافذة، ناضت هي من الكرسي تاعها بلا ما تشعر، فوجدت نفسها واقفة. سبحان الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله على الخير موجود في كل مكان. الخير موجود في كل مكان. كذلك سيدتي رحمة الله ربي رحمته واسعة. يعني الإنسان يكون لهذا الإنسان لازم تعلمنا في هذه الحياة، لأن هذه الحياة سيدي هو ديبا يعني فيه أمور كثيرة، رانا ملاح ما راناش ملاح رانا. وبالتالي أنت لازم تشوفي النعمة في كل شيء. يعني مثلا هي تشوف النعمة في ابنها، واحدة أخرى محتاجة ابن ما عندهاش، تشوف النعمة في الصحة اللي استرجعتها بشوية بشوية. واحدة أخرى يعني ما كما قلت معوقة 100%، ما كان حتى أمل. الناس ما فيش أمل عندهم في أمور كثيرة. وبالتالي يعني الإنسان يكون يعترف برحمة الله.